في طبعا في مقابلاتك احمد تحصل اسئله وايد بعض الاحيان تكون صعبه من المذيعين نفسي انا طبعا يعطوك اسئله، لكن اذا اعطيني الميكروفون خلينا الاطفال يحاورونك يسالونك، شو تتوقع ممكن الاسئله الاطفال يقولونها لك؟ ايش رايك نكتشف الشيء هذا مع بعض؟ يلا بدايه راح نروح لزينه من فلسطين. زينه شو سؤال سيدنا احمد؟ كم كان عمرك اول ما غنيت؟ كم كان عمري اول مره غنيت؟ كان عمري 5 سنين وشوية. وانت كم عمرك؟ 9. يعني انت اكبر عنا انت. ما شاء الله اصغر وايد صغير ما شاء الله. ايه. حلو الحين بنروح نشوف بعديهم اي. سؤال بيه على فكرة. خلنا نشوف الحين. راح نسأل الحين يمع، يمع شو سؤالك تسأل احمد؟ شو احلى رياضة كانت عندك اياها؟ رياضة كرة اليد. الهاند بول. تعرفها؟ ايه كرة اليد والفوتبول ايضا. واحمد ما شاء الله للحين تلعب الهاندبول؟ الهاندبول ايه من وقت لوقت يعني مع بعض الاصدقاء، الفوتبول على طول يعني سواء في لبنان او في تونس او في مصر، حتى مع الاصدقاء الفنانين ديما موجودين ديما نلعب الفوتبول. خذوني معاكم خلينا نشوف من يغلب فيك. تلعب فوتبول؟ اوه انا حريف انا يا احمد والله ما تعرف. والله شكلك قسما بالله اني كنت 10 انا العب في الاسم يوم كنت صغير. لكن ما عليه براويكم بلاوي زرقاء. خلاص مرت الشيء. خلاص اوكي خبرني انت عاد وين اثبت اجيكم. يلا تعال. خليني اسوي لك مشكله اول، انت اي فريق تشجع في تونس؟ في تونس؟ ايوه. النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي. اثنين بعد الحين فلت الموضوع. اقعد 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 اقعد. اوكي. ايوه. انا عندي سؤالين لك. انت شيطانه من الصبح خالصين على الموضوع، تفضلي. انت تدلل. اول سؤال لك اللي هو انه إيه عمرك اخذت مخالفه سير؟ ايه نعم اخذت مخالفه سير نعم. السؤال الثاني بترضى تسوي معي فيديو كليب؟ يا حياتي. سؤال محرج لازم تجاوب. لا مش محرج ابدا والله، وعد مني لو فيديو كليب يتطلب انه فتاه حلوه واموره مثلك مش تكون انت اول واحده موجوده. وعد مني. طيب شو مخالفه السير اللي اخذتها احمد؟ انا اخذت مخالفه مره واحده بس بتاع سير، يعني كانت سرعه بفتكر، بس كنت اخذ رخصه السياقه ما عنديش اسبوعين، وفكولي وقفوني وقتها سرعه وضل عندهم الرخصه بعد اليوم. والله زين ما حد يسالني انا كم المخالفات لاني انا او خير 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 خير. يعطيك العافيه تفضل. يلا الاخوين يلا معلمية. هذيل الحين سيريل ودانييل. منو في الحين لحظة؟ سيريل ودانييل صح؟ سيريل ودانييل شو؟ أنا غلطان. إيه طيب سيريل ودانييل عندكم سؤال واحد ولا 20 سؤال ولا سؤالين؟ سؤال واحد بصوت واحد. أوكي خلينا نسمع الإيكو الحين. كل قد إيه بتغير موبايل؟ الرقم ولا الموبايل؟ الجهاز. الجهاز، الجهاز حسب أوقات يعني كل ما ينزل شيء جديد بكون ناخذه، فهمت؟ يعني اوقات في السنه بنغير 4 5 موبايلات، اوقات اكثر اوقات اقل. الحين راح نروح لفرح من مصر. فرح ازيك؟ الحمد لله. ايه السؤال تسالي لي يا احمد؟ هل انت صحيح كنيسك يكون عندك 6 اولاد؟ نعم صحيح. ليش 6 بالذات يعني؟ لا مش 6 بالذات، كان اول شيء كان بدي 12 ولد صراحه. ما شاء الله. زينة تخفض العدد. اكتشفت بعدين انه صعب. صعب الموضوع شوي. صعب الموضوع. الله يعطيك الصحة والعافية. طلع سؤال. يلا الحين راح نروح لميلاد من العراق اللي ما يحبني وشايف نفسه علي. تفضل. يا مجرم الحرب. تفضل. ابنك عبد الله بيشبهك ولا بيشبه امه؟ والله قالوا كونه بيشبهني. والعلم عند الله. انا شفته يشبه امه. انت شو تشوف؟ انت شو تشوف؟ يشبه امه ويشبهني وخليط، لكن كلهم يقولوا كون يشبهني وماشي. حتى يكبر شويه خلينا نروح هناك عاد الحين. غزلان من تونس. عسلمة يا حميمة. عسلمة شو قلت ثاني هاي؟ يا حميمة. اسلمة يا حميمة. اي والله انا وايد ما شاء الله لهجات عندي الحين صارت. وبرشا انت؟ ما له دخل في الموضوع. طيب اوكي. انا عندي سؤالين بيشبهوا 3 اسئله. الموضوع معقد هني، عنده سؤالين يشبه 3 اسئله، تفضلي. اول سؤال، شكون اكثر حد عجبك ما بيننا نحن الكل؟
مين اكتر واحد حبيته فيكم يا دم الكل؟ انا عن نفسي حبيت الكل، انا نفسي حبيت الكل. انا مش راح اعكس الاخ، انا زاد حبيت الكل. طيب عندي سؤال ثاني، واحد بس باهي قال. السؤال الثاني، كيفاش يولي وجهك وقت اللي تغش؟ احمر. وريهولي. لحظة، لا، لا في وقايه وجهك يوم تغش؟ تغش يعني شو؟ تعصيب، لما تعصب تغش تعصب؟ لا تغشش. تغشش. تغشش، وكيف يطلع؟ رونا يبوي؟ اوكي. طيب تفضل. لا ولا شيء، حسك عصبت علي. لا ولا شيء، الله يسلمك يا كابتن. لا يا الحبيب. تفضل. داليا من السعودية، شو سؤالك يا داليا؟ السؤال اني اقلك، في احد قال لك مرة صوتك مو حلو؟ نعم. مين؟ ما بعرفه، كنا بالطريق ووقفنا بما فيهم انا مع اصحابي، وقال لي انت فاكر نفسك فنان، انت صوتك مش حلو. وليه صوته؟ وليه الاحراج؟ هو صوته حلو ولا مش حلو؟ انت داليا شو تقولي؟ حلو. مشي اموره صح؟ يلا هاي التونسية، شو تبين؟ بزود سؤال. هل ترضى تعمل معي كليب فيديو أم تاخذني رحلة سياحية؟ روح قعد هناك، روح قعد هناك، تعال تعال انت وياك، تعال طبعا تواجد شوف العملية هذه بعد ورا الكواليس. تفضل تفضل احمد.